انما ان يبقى خساره بطوله والتانيه وراها في 5 ايام 6 ايام، ده اللي احنا مش متعودين عليه في النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيخسر بطوله في السنه بيبقى خسرانها عن مضض، يعني صحيح. خسرانها بالعافيه. النهارده الجماهير جالها انطباع في 6 ايام او 7 ايام بتخسر الكاس، بتطلع منه. المهمه الرسميه اللي جاي ليها المدرب المارتينيول اللي هي البطوله الافريقيه بيخرج منها، الفاتوره بتاعته عاليه جدا يا كابتن طارق. النهارده بجايب مدرب بتديله 200,000 دولار في الشهر، اعتقد ان دي صعبه جدا، وخصوصا ان انت في دوري مصري مش محتاج ان انت تدفع المبلغ ده في مدير فني اجنبي. هات واحد مصري، هات واحد اجنبي ولكن بسعر يكون على مستوى الدوري المصري. النهارده الاستادات ما فيهاش جماهير، ما فيش المنافسه القويه مع الفرق، اللهم فرقتين ثلاثه بينافسوك. فانت ده هو عيب جهاز فني يعني ولا لعيبه؟ لا، ثلاث عوامل ادوا الحاله اللي النادي الاهلي وصل ليها: مجلس اداره، لعيبه، جهاز فني. الثلاثه دول مسؤوليه مشتركه، منظومه يعني داخل النادي الاهلي. طبعا مشاركه في المنظومه في داخل النادي الاهلي، المنظومه الرياضيه بالتحديد، اعتقد ان هي محتاجه فلتره، ومحتاجه ان هي ما يبقاش فيها المجاملات اللي بقت يعني ريحتها فايحه قوي. في مجاملات طبعا، يعني انا وقتك قصير، لا كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده، لان فعلا يعني النادي الاهلي محتاج ثوره، ثوره تصحيح ونبذ المجاملات. يعني انا مش عارف، يعني كيان زي النادي الاهلي انت بتجامل فيه ناس ليه؟ وبتدخل ناس ليه وتطلع ناس، وفي كل واحد بيجيب صاحبه وكل واحد بيجيب حبيبه، ده مش متعودين عليه في النادي الاهلي. فده خطا موجود من مجلس اداره النادي الاهلي. هيقول لك محمد عماره لا مش عايز اشتغل في النادي الاهلي، انا بحب النادي الاهلي، جاي اتكلم على النادي الاهلي كمنظومه وكفريق، انا لعبت في النادي الاهلي وحبيت النادي الاهلي. فشايف حاجات غلط كتير جدا يا كابتن طارق موجود، غير بقى الحاجات العمولات والسمسره ده مش متعودين عليه في النادي الاهلي. اكيد طبعا. ان شاء الله في حلقات كتيره جايه تيجي بقى تحكي كل اللي جواك ده، تطلع كل اللي جواك ده. لا والله بص يا كابتن طارق، انا لما بقول حاجه بقولها عشان انا شايف طبعًا حاجه غلط. لا اكيد طبعا، انا مش انا مش مستني شغل في النادي الاهلي، ومش بجري عندي فلان عايز اروح عشان اتحايل عليه عشان اشتغل، والقصه دي منتهيه بالنسبه لي. انا طلب مني ان انا اخدم النادي الاهلي ببلاش، هوافق. انما اللي شغالين في النادي الاهلي دلوقتي اعتقد ان هم محتاجين ان هم يراجعوا حساباتهم ويفضلوا مصلحه النادي الاهلي عن مصالحهم الشخصيه. ان شاء الله بالذات.